مرحبا بك سي سعيد. والله انا فرحان برشا اليوم، سطر عليك، فرحان برشا اليوم بحضانا سي سعيد عمر. سي سعيد بالنسبه لي انا ماهوش مدرب، سي سعيد خو، سي سعيد بو، سي سعيد من الحاجه اللي تحسب لسي سعيد اللي انطلاق كره اليد نحو العالميه هي على يد سي سعيد، وانا كنت من المحظوظين، خاطر كي نقولوا كره اليد في تونس مع احتراماتنا معناتها للجيل اللي سبقنا والجيل اللي ناضلوا والجيل اللي باش يوصلنا نحن للعالميه، جيل نتاع التسعينات، سي تدير جيل نتاع سي سعيد عماره وسي سعيد العياري. سي سعيد من ميزات سي سعيد عماره عنده نقطه قوه بالنسبه لي انا، ما نحكيوش على تكنيكمون تكتيكمون، سي سعيد عماره عنده قوه التواصل الكوميونيكاسيون، سي سعيد عماره قوي برشا كيفاش ينجم يأطر المجموعه ويلم المجموعه، وفما برشا حاجات تدل لك. انا نتذكر عام 89 90 في الترجي الرياضي التونسي كان عندنا سي الهاشم رزقلا ديبيوت سيزون، قاعدين نحضروا كانت سيتي لا غروند ايكيب عندنا، يراني فينا سي الهاشم رزقلا اول العام عملنا تورنوا فريانا سنة با مارشي، ما مشى حد شيء. وقتها سي سليم شيبوب كان رئيس وكان قريب برشا المجموعه، كان يعمل بالمجموعه هذيك، حكى مع سي الهاشم رزقلا قال له دو كويس اجي شنو هي شبيه ليكيب هكا ما مشاتش اول عام. قال له وقتها بالعباره هذه سي الهاشم رزقلا قال له ما عندكش كيب نتاع تيتر. ما عجبتوش سي سليم شيبوب الكلمه هذه. قال له كيفاش تقول لي ما عندكش كيب نتاع تيتر؟ قال له انا نقول لك ما عندكش كيب نتاع تيتر. من يوم الغدوه سي سليم شيبوب نحى سي الهاشم رزقلا وجاب سي سعيد عماره، انا نقول لكم عملتها هزينا دوبلي مع سي سعيد عماره. ومن وقتها انطلقت الملحمة متاع سي سعيد عمارة. بالنسبة لي أنا كصغير خلط عليه، أما ديما نقول أنا الحمد لله اللي ساهمت مع سي سعيد في انطلاقة كرة اليد للعالمية. سي سعيد عمارة من ميزاته كان مع سي سعيد العياري، ما نساو سي سعيد العياري اللي كان مع سي سعيد عمارة، أما كانت الأضواء الكل تمشي للسيد العياري، خاطر سي سعيد عماره ما كانش يحب، كان يخدم في الرياضه. سي سعيد عماره حتى نحن ملعبيه كنا اقرب لسي سعيد اكثر من سي سعيد. قداش باش نتكلم على سي سعيد؟ سي سعيد كما قلت من الاول، انا بالنسبه لي انا مش كمدرب، بالنسبه لي انا بو خو، عندنا سنين ربي التوا قعدنا في التواصل الحمد لله مع بعضنا، وان شاء الله وان شاء الله. انا ساعه عباره اخرى احب نقولها، اللي سي سعيد عماره كان سبق عصره، كي نقول لك سبق عصره سي تدير القوه نتاع 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 شخصيه سي سعيد، خاطر سي سعيد كنت اون دور دو تيران، كي تشوفه مع الملعبيه ما تقولش هذا المدرب نتاعهم اللي هو في وسط التيران، في وسط التيران كان عبد اخر يتقلب، والبرة من التيران كان خو وصاحب وتنجم تحكي انت وياه في المواضيع الكل، لكن في التيران كان يتقلب يولي عبد اخر. وانا فرحان برشا اليوم بسي سعيد عماره، وان شاء الله ربي يطول لنا في عمرك يا سي سعيد.